قد يقتل الصمت العالم بأسره، لكن يظل صوت أبناء تعز حياً لا يموت. هكذا يقول أحد المشاركين في المسيرة التي انطلقت في المدينة للتنديد بمجزرة سوق الباب الكبير. سقط على إثرها عشرات الشهداء وعدد آخر من الجرحى. المسيرة جابت العديد من شوارع تعز، ندد المشاركون فيها بصمت المجتمع الدولي وطالبوا الحكومة بإيقاف مشاركتها في المشاورات مع وفد الميليشيا في الكويت. نقول للمتحاورين في الكويت من المخزي ومن المعيب أن تستمروا في محاورات في حوار مع هؤلاء. هؤلاء هم قتلة مجرمون، لا يمكن أن يتم الحوار معهم في أي حال من الأحوال. هم لا يفهمون لغة التحاور، لا يفهمون لغة إلا لغة البندقية، هذا لا يبدي معهم أي حوار. الفاجعة التي وصلت صورها إلى كل منزل في اليمن بل والعالم، وصفها مراقبون بأنها من مذابح التسوية السياسية التي يراد لها المرور على جثث الضحايا ودمائهم، فيما اعتبرها آخرون مسماراً جديداً في نعش مصداقية المنظمات الدولية التي ما تزال تصدر بياناتها وفق المعلومات الواصلة من طرف الميليشيا، الأمر الذي سيمهد الطريق نحو ارتكاب مجازر أكثر. إذن لا يزال أبناء تعز وحدهم من يدفعون ضريبة الصمت العالمي إزاء المجازر التي يتعرضون لها، ولا تزال الميليشيا التي قتلت الماضي هي ذاتها من تغتال الحاضر.